السلام عليكم الحبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. عواشركم مبروكه. كاين شي نشاط؟ كاين شي حداقه؟ كاين شي تحضيرات رمضان الكريم المبارك؟ الله يدخل علينا بالصحه والهنا، وباش ما تمنينا ان شاء الله يا ربي لينا وعلى عليكم وعلى جميع الامه المسلمه. الحبيبات ديالي، في اطار دائما في اطار تحضيرات رمضان، اليوم غادي نجي جبت لكم واحد العقده وحده اللي غادي ندير بها ثلاثه ديال الاشكال ديال المعسلات بلا بابا فيلو. اذا شنو عندي في المقادير؟ اذا في المقادير عندي كيلو ديال اللوز اللي غسلته مزيان حيت يعني ديك الغبره اللي كتكون فيه، وكبت عليه الماء طايب واحد ثلاثه ديال الدقائق ولا اربع دقائق وفركته حتى يولي كيقدر نقدو نفركوه صافي. ومن بعد فركته وخليته ينشف، بات ليله كامله كينشف. من بعد حيدت منه 250 غرام، قليتها في الزيت وطحنتها مزيان حتى ولات معلكه، وطلق الزيت ديالو بحال ولا اون بات. ها نتوما ولا بحال اون بات. واللي باقي طحنتو جوج طحنات، الطحنه الاولى بلا سكر والطحنه الثانيه بالسكر. اذا ثلاث شحال ديال السكر؟ 300 غرام ديال سنيده، ماشي سكر كلاصي، سنيده. شنو عندي في المقادير الاخرى؟ عندي هنايا معلقه ديال راس معلقه ديال المسكه الحره مطحونه مع سنيده، عندي معلقه صغيره ديال القرفه، عندي معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش، وعندي معلقه ديال الزبده، وعندي نص كاس ديال الماء زهر. يعني شحال بقى نزيد فيه حتى نجمع مزيان لاباط ديالي وحتى ما تبقاش تطلق لي دم. وعندي جوج باكيات ديال لاباطا فيلو. لاباطا فيلو هي هذه البنات، نتمنى ما تكونش مقطعه لداخل لانها هي حساسه بزاف، واغلبيه ديال الطون كنلقاها انا مقطعه. اذا حبيباتي، اول شيء غادي نخلط هنايا لاباط ديالي ديال اللوز المقلي، واحد الرويحه ما نقولكمش كتكون فيه غزاله، هذاك اللي كيكون مقلي ومطحون مزيان. غادي نزيد فيه راس معلقه ديال المسكه الحره، وغادي نزيد فيه معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال الكوفيتير، ومعلقه صغيره ديال الزبده اللي تكون مو، ومعلقه. وغادي نجمع لاباط ديالي شويه بشويه حتى تجمع لي، وندلكها مزيان ونبقى نرشها بسميتو بالماء الزهر حتى تجمع ليا مزيان. اذا حبيباتي، انا غادي نقسمهم قسمه العجينه ديالي على ثلاثه، يعني بريوات وبقلاوه وحنشات، باش يكونوا عندي ثلاثه الاشكال ديال المعسلات. يلا حبيباتي، دابا غادي نوضو نكورو ونديرو اللي غنديرهم بريوات بوحدهم، اللي غنديرو بقلاوه بوحدو، واللي غادي نكور المحنشات عاوتاني كديرلكم مثال. يعني انا رجعت معكم دابا، ما تقدنيش الكوزينه للخدمه، خصني لاسباس، دونك جيت هنا وجدت كلشي المسائل ديالي. وهنايا اللي بغيت نقول لكم هو انني قطعتها واحد الطرف، قطعتو هكا طويل باش نديرو البسيطلات البريوات، وخصك ضروري نفس العبار، يعني ديري هكا وتقطعي. ولاباط الاخرى خليتها باش ندير بها المحنشات، من بعد نوريكم كي درت لها. دابا غادي نبدا في الخدمه ديالي وحده وحده اولا جوج جوج. هنا طلقت واحد الشريط، انا عندي اللوز كنبقى نقطع مباشره ونكور وندير، ما كنكورش عاد كندير باش كيبقى مزيان، كنخلي في الميكا ديالو. كنحط الكويره ديالي على واحد الجنب هكذا، كنزيد لها هادي، ومن بعد كنقادها مزيان. تخافوش تبقاو تقادو البريوات ديالكم على خطر خواطركم، هي شويه الي تري ديفيسيل، ماشي بحال سميتو بحال الورقه العاديه ديال البنزين. وسيرو نتوما كتزيرو هكا، وكتقادو كتبعزوها مزيان باش توصلوا العقده للطرف، وكتديروا نفس الطريقه ديال الورقه العاديه، كتجي مقاده البنات، مقاده مزيان. كندير لها شويه ديال الدقيق، ها نتوما دقيق بالماء، وكنحاول نشد جميع الاطراف اللي محلولين بالدقيق والماء،
صافي باش ما تحليش كنقليها ونبزطها مزيان. ها هي البريوه ديالنا واجده بعقده اللوز. هاد الجناب اللي مقطعين ما طلعوهمش ديروهم في الوسط ها باش نوريكم بالنسبه للوحده اللي كيتقطع لها لاباط ديالها الورقه ديالها. ما ترميوهمش دوك الصنانف، غادي ديروهم لداخل حتى هما حتى حاجه ما كترمى. والاخرى لاباط الاخرى نغطيها، لاباط الاخرى نغطيها، ها هي مغطيه كتشوفوها مغطيه، ما خصهاش تبقى عريانه، ضروري خصني نغطيها. دابا الان غادي ندير لكم هذوك اللي راهم مقطعين طريفات باش حتى حاجه حنا ما كنلوحوها حتى حاجه. هي شويه كتعذب دوك اللي كيكونوا مقطعين، ولكن غادي نجمعها. يعني الورقه ديالنا ما غاديش نلوحوها واخا غادي تقطع لنا، لان الورقه ديال الفيلو هي معروفه كتجي اغلبيه مقطعه في الميكا ديالها، ماشي بحال دوك اللي كي البنات اللي كيصوروا ديال الخارج، هذوك كتكون عندهم زعما الصراحه داكشي غزال ما مقطعه ما والو. ها نتوما واخا مقطعه ما عندي منين نخاف، غادي ندير لها هكا الطحين ونلصقها مزيان صافي حتى حاجه ما تضيع لنا. صافي نمسح يدين الطحين ونقاد نبرك 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 وصافي. اللي نشوفها محيده مرفوعه غنلصقها بالطحين وصافي. وها هي الورقه ديالنا واخا كانت مقطعه، ها نتوما شوف كيف ديتها بسيط، البريوه ديالنا غزاله صافي. ولا هكذا حتى نسالي لاباط ديالي، ومن بعد نوريكم كي درت المحنشه وكي درت البقلاوه. حبيباتي دابا غادي نلوي معكم واحد سميتها المحنشه، دهنتها بشويه ديال الزبده وكندير قضيب رقيق بزاف، وكنخلي شويه ديال السباس من هنا خاوي الورقه، وهذا كنبزطوه هكا مزيان صافي. وكنبداو نلويو ونزيرو، نلويو ونزيرو كنلوي وكنزير، وكتبقى واحد الحاشيه تمايا كندير لها في الطرف، كندهنها بالبيض الدقيق والماء باش تلصق مزيان، ما يبقاش كي تكون طيب ما تحلش صافي. دابا درتها مزيان، دابا غادي نلويها تو سامبلومون هكا، نبقى كنلوي غير بشويه عليا. وهذيك الحاشيه اللي درنا ديال سميتو غندير لها حتى هي الدقيق، وغادي ندوزها لتحت وغادي نبرك عليها مزيان هكا، نقاد لها الفورمه واخا تفرقع من هنا ماشي مشكل. ها نتوما هادو هما الحنشات ديالي، وكنديرهم في الميكا مع البريوات ومع الحنشات حتى كنكمل جميع العقده ديالي. هكذا كيبقاو مزيان الرطب، لا بالنسبه للباط ولا بالنسبه اللي كتصايبي. نزيد نصايب معكم وحده اخرى، انا درت الورقه غير وحده بالفيلو، ما بغيتش ندير جوج لان جوج كتجي غليظه بزاف، دونك انا درت غير وحيده وحيده باش تجيني مهرشه. وتحاولوا عليها البنات لان هي تخي فراجيل، والاخرى غادي نديرها في الميكا وندير عليها الكتانه، وهذه غادي نطلقها مزيان هكذا، وغادي ندير لها هكا غير دهينه خفيفه ديال الزبده والزيت من الداخل. كاين اللي ما كيديرلهاش، مي انا كتعجبني ندير لها من الداخل باش تقرمل صافي. وكندير هذوك التحربيله رقيقه بزاف، ها نتوما رقيقه، ونبدا في الطرف هو هذاك ونزيد عاوتاني، ماشي بالضروره نحرب الكل شيء عاد نزيد، انا كندير مباشره. وكندير عيني ميزاني، وكنخلي واحد الحاشيه اللي ما كنوصلهاش كتبقى ديال لاباط خاويه، كنقلب عاد كنبرك كنبرك بحال كنقرص بحال كنلصق الورقه على لاباط. وكنبدا نتني ونزير شويه، نتني وما تزيروش حتى تقطعوا الورقه، راه الورقه لي تري فراجيل تري سنسيبل. وكنبقى ندير هكذا هانتوما، يعني غير بشويه علينا ديك الحاشيه كيف ما قلت لكم، ندير صبعي فيه الطحين وندوز هكا طحين الماء. كاين اللي كيدير البيض، مي انا بغيت ندير الطحين، كل واحد شنو كيدير. نمسح يدي مزيان باش ما تلصق ليش لاباط الورقه، لان الورقه هي الي تري كيما قلت لكم تري سنسيبل. غنبدا نلوي نطوع انا معاها باش حتى هي تطوع معايا
صافي. وفي الحاشيه ديال اللي خاويه ما فيهاش الاخر كنديرها نلصقها لتحت والجناب، كنبرك عليها بحال اللي كنثبتها، بحال اللي كنثبتها مع بعضياتها. ها هي المحنشه ديالنا واجده بلاطات افيلو، وغادي نديرها طبيعه الحال مع خواتاتها هنايا، ونشد الميكا ديالي كيبقاو محافظه عليهم مزيان. وهكذا الى نهايه المحنشات ديالنا كاملين والبريوات ديالنا كاملين. دابا غادي نبدا معكم البقلاوه، غادي نحل داك النص اللي كنت قطعته، وغادي نحاول نهز غير جوج ورقات ونحيدها غير بلاتي عليا غير بشويه فوالا باش ما تقطعليش، نحطها جانبا. هذه غادي نردها الميكا طبيعه الحال باش ما تيبسمناش في القاعده، وهذه غادي نطلقها هكا على العرض. سهل اسهل بقلاوه في الدنيا. غادي ندهنها بالزبده والزيت، راني دهنت المول فاش غادي نديرها بالزبده والزيت. هيدي هيدي ديفا هيد معايا حبيباتي، كيف قلت لكم كنحيد جوج وريقات كندهنهم مزيان بالزيت والزبده، وكندير العقده ديالي. فوالا كنحرب المباشره حتى كنعمر القطبان ديالي كاملين صافي. وغادي نتني الورقه صافي، وغادي نحطو في المول ديالي فوالا. وهكذا تنكمل القضبان ديالي كلها. اذا حبيباتي هادو هما المعسلات ديالي، ها شنو جاني شحال جاني ديال البريوات، وها هما المحنشات يعني ما كامله الصينيه، وهذه بقلاوه ها هي. دابا غادي ندهن بالزبده والزيت وغادي ندخلها للفرن. باش يجيونا مقرمشين كذلك المثال غادي ندهن الحنشات ديالي. ندخلهم للفرن، الفرن بلتو كيسخن، غادي نشعلو غير من التحت حتى يتحمرو شويه من التحت، يتشمعو مزيان ما يتحرقوش، وديك الساعه نشعل من الفوق باش يتحمرو ليا من الفوق، ونطفيهم غير نخرجهم مباشره من الفرن للعسل، يتطفاو في العسل، كتكوني وجدتي كلشي العسل اللي يكون واجد عندك في الطنجره ديالك. البريوات غنقليهم في الزيت، يعني بغيت ندير شويه فران وشويه للزيت. صافي وهكذا دابا غندخلهم للفرن. انا البريوات ديالنا البنات كيطيبوا كيتحمروا مزوين تاعهم يبان لكم. اخري المقله الاولى درتها في العسل كطفى، بلا ما طيب المقله الثانيه نحيد هذيك المقله الاولى. وحنا سالينا البريوات ديالنا بلا بطاطا فيلو، كيجيو مقرمشين وكيجيو غزالين، ما خصوش يتحمروا بزاف حيت عاد يزيدوا يتحمروا، كيزيد معاهم الطياب حيت كتحيديهم في العسل كيوليو يحمروا. تحسي بيهم طابو صافي، طيب كل مره تقلبي باش ما يتحرقولكش. احنا سالينا البريوات ديالنا. اذا البنات هذه البقلاوه ديالي هي خرجت، شوفوا كي كتجي
تجي غزاله. دابا غادي ندير لها نسقيها سخونه، خصني نسقيها بالعسل هكذا. راه غادي يشرب كلشي هاد العسل. هادي العسل اللي درت فيها البريوات ودرت فيها كاع المعسلات ديالي. غادي نخليه يشرب هاد العسل كاملة. بحال الا طفيناه في العسل، سي لا ميم شوز. صافي غادي نخليه حتى يبرد هكا عاد نهزو. اوكي، وهادو هما المعسلات ديالنا اللي درنا اليوم الحبيبات ديالي. ها هما المعسلات ديالنا اللي درنا اليوم، جاو معسلين ومعلكين من الداخل ومقرمشين كيحمقوا. الورقه ديال الفيلو هائله البنات، حسن ديك الورقات ديال اللي كنا نشريو سابقا، الورقات البسطيله اللي كنا نديرو زمان. هاد الفيلو انا من نهار اكتشفتها وانا كنديرها رائعه، لا المملحات ولا المعسلات، رائعة 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 رائعة. خصك غير تاخدي شوية ديال الكانة وشوية ديال الخاطر بكي تكوني تفكيها وصافي الورقات، أما مغير داكشي في الماكلة ديالها رائعة. شوفوا البنات، شوفوا البريوات ديالي كي جاو كيحمقوا، عينو ناكل وسمعوا التقرميشة. كيحمقوا هاد الناس، يستاهلوا بؤكو. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. غزلان، وهذا هو البقلاوه ديالنا كذلك مثال غزاله البلاد، جات غزاله. سمعوا سمعوا، غزاله البقلاوه ديالنا، كلشي جا فن، كلشي جا فن، كلشي جا غزال. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. تقريبا الحسنه ديالتي على هذا الشيء كيحمقوا المذاق، روعه ديك العقده اللي درتها. جربوها وردوا عليا الخبار، غير جربوها وما يرحمكم الوالدين لما تجربوها تقولوا لي لي كومونتير كي جاتكم. رائعه معسله، داك الكونفيتور كيعسلها كيعلكها، كتجي رائعه البنات، والمذاق روعه 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 روعه. ولا باطافيلو مقرمله غزاله، هادو درتهم في الفران جاو كذلك مثال مقرملين بحالهم بحال البريوات. وهادو هما المعسلات اللي درت مع المقروط. الله يجعل شي بركه، رمضان مبارك كريم. بالنسبه للبريوات راه عندي في القناه بالورقه العاديه، وعندي تما بالجبن وبالتورون، يعني الانواع ديال البريوات. نتمنى انكم ترجعوا ليهم وتشوفوهم، ولا نالوا الاعجاب ديالكم يمكنكم تكتبوا لنا ان بون كومونتير منكم، نستحقوه منكم ولا لا لا. يلا حبيباتي، خليتكم في الف هنا وصحه وراحه البال. الله يدخل علينا عواشركم مبروكه، والله يدخل علينا رمضان جميعا بالصحه والهنا، وباش ما تملينا ان شاء الله، ورمضان كريم. يلا حبيباتي، مع السلامه، قبله كبيره لجميع المشاهدين والمشاهدات.